طب ايه هنغني ايه كمان؟ يلا النقشبندي، يلا بينا. الله 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 الله، هتعرفوا تغنوا النقشبندي؟ ماشي في نور الله. صعبه النقشبندي، معلش. هو على راسنا من فوق طبعا، رحمه الله عليه. هي دي اخر حاجه هتتغنى للاسف في الحلقه، بس بصوا بقى ايه دي، بنسميها كده الجيات كتير، وانا مش بتاع كلام يعني. اسالوا كل الفرق اللي جت، اللي قلت له انت جاي تاني يعني، طبله الست كانوا عندنا مرتين، سحر الشرق كانوا عندنا مرتين، وهكذا. فانتوا هتيجوا بقى مرتين وثلاثه واربعه، ويا مكتب المناسبات يا مكتب. نختم بحاجه جماعيه بقى. طب اقول لكم حاجه، يلا ايه رايكم اظبط لكم مره تغنوا ومعاكم وائل الفاشني؟ يا ده حبيبي، نستضيف وائل وسيادتكم، اصل وائل حبيبي يعني واخويا طبعا، ونغني سوا. لا انتوا هتغنوا سوا، انا طبعا لا، ده مش صوت يعني، عارفين انتوا تامر حسني لما كان بيتريق ده صوت، هو ده بالظبط كده. انا طبعا مبسوطين ان احنا مع حضرتك. تيجوا يوم ولد النبي؟ يلا بينا. بس احنا لو ما عندكوش ارتباط، احنا طبعا عشان ما ننساش، احنا مهرجان سماع دكتور نصار عبد الفتاح ان شاء الله. طبعا طبعا، يعني ليك كل شكر والتقدير طبعا، طبعاً. اب الروحاني لينا طبعًا. يعني احنا معاه ان شاء الله في مهرجان سماع الدوره ال 15. اسالوا عننا دكتور انتصار، جالنا هنا هو والفرقه وكان منورنا وحاجه اخر جمال. ان شاء الله نورنا. هيقول لي كوزف ما بيرجعش في كلمه. لا انا متاكده. يا ربنا يكرمك. ربنا. طب نسمع حاجه جماعي بقى؟ سمعونا حاجه جماعي، بس بقى لو في حاجه اللي هي ايه، كل واحد كده بيروح قايل ايه مقطع بصوته، بحيث ان احنا نبقى مزاجنا ما بين الجماعي وما بين السولو، يعني حته كده. ما فيش مشكله. تبقى حاجه حلوه. تحبوا فين؟ نحب نعمل اسكتوا ده، مدوا لنا عجبتهم القصة، مدوا لنا كام دقيقة مد كده يا جماعة؟ 15 دقيقة واحدة؟ دقيقة يا جماعة، هو عمرو زكريا عاوز يجيب لي النقطة يا إمام الرشد؟ يقول لها كمل كمل، قلت له فاضل، قايل لي فاضل دقيقة، طب أقول له إيه ده؟ يا إمام الرشد صبرك عليا، ولا نورو بدا، ولا ما إحنا كتير صراحة يعني هنقول إيه؟ انا جاهز الاول، انا اسلم عليكم واشكر المشاهدين، اشكركم على انكم منورينا، موجودين معايا باذن الله في ولد النبي ما لم يكن عندكم ارتباط، ادي ميعاد اهو. وش ماشي. طيب شوف البرنامج. يلا هنعمل. طب يلا اي حاجه، يلا امام الرسل انطلقوا ارتجلوا. امام الرسل يلا، هو مش سامعين؟ قولي والله مش سامعين. ينفع اروح لهم؟ روحي يلا. ماشي. بس يا نو، بس يا نو، يا امام الرسل يلا، قول يا امام الرسل يلا بينا. ماشي يا جمال النبي، يا جمال النبي يلا، يا جمال النبي يلا 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 على طول بسرعه. طب ابدا ابدا لو سمحت.
والله.